ミニスジョهاي بدي فرجة إلي شو عملت امبارح بالبربارة. هاي أرنلا. ايه شو هيدا؟ نقصتك؟ كتير سوري. هاي لكل يلي عم بعيده اليوم عيد البربارة. على فكرة إلي ما نقزتني، خوفتني. ايه ليه؟ مع انه الماسك اللي حاطه ما بيخوف. مزبوط، شو عملت؟ ولا امبارح يا أرنلا بين المزح والجد جمعت كيس مليان شوكولا وبونبون، كل ما دق على الباب يفتحوا لي بلش غني، يقوموا يضيفوني، بالاخير ما بقى يساع الكيس. عن جد انا كثير بحب القطايف ما ضيفوك، وخاصه بحبهم عجوز. انا بحب اللي فيهم قشطه اكثر. كثير حلو هيدا الشهر، فيه كثير اعياد. أرنلا ما خبرتيني شو صار بالقمحل اللي زرعتيهم امبارح؟ هلا بخبرك بعدين، بس خلينا نلعب هلا. ديل 3 2 1 ليتس بلاي. بلعبه اليوم اجوا اكرم وقمر تيلعبوا معنا، رح نتعرف عليهم. أكرم مئاتي، عمره 10 سنين. أكرم أكتر شي بيحب الجيمناستيك وما بيحب أبداً يأكل ملوخية. أمر فخر الدين، عمره 9 سنين. أمر أكتر شي بتحب ترقص وما بتحب تعمل جيمناستيك. هدف هيدا اللعبة إنه تلاقوا الزينة الموجودة بالبيسين وتركضوا بأسرع وقت ممكن وتعلقون على السبا، ومعكن دقيقة 3 2 1 top yolo. أكرم يلا كود يلا وحدي هون. يلا أكرم هون 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 خلص الوقت. 1 2 3 4 5 6 7 8 تنشوف نحن 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 يعني نحن ربحنا. هلا كانت اقوى شوي، انا حسيت ركضت اسرع. منشوف هدية قمر سوا. وهيدي هديتكن، مجموعة غراض سوفينير لميني ستوديو، تقدمة ميني ستوديو. مبروك أرنلا، وعدتيني تخبريني شو صار بالقمح اللي زرعتيهم امبارح، ولا ما زبطوا معك وهيك تخبي؟ لا اكيد زبطوا معي، ومش بس زرعت قمح كمان عدس، وبس يكبروا رح حطهم تحت شجرة الميلاد. وهيك دغري بيطلع القمح؟ لا بدهم شي دوق وتراجور، وبس ينشفوا بتحط لهم مي. يي نسيت قلي، يوم حطيت بالبالون كل الصور اللي بعتوا لنا اياهم لابسين فيهم ديغيزمان. بدك تعرفي مين رح يربح؟ اكيد حقين. يلا ليتس وين وذ إلي طنوس لابس كوستيوم تيجر مهضوم كتير، وربح معنا هدية منشوفها سوا. وهيدي هديتكن، مجموعة غراض سوفينير لميني ستوديو، تقدمة ميني ستوديو. مبروك. بدكن تربحوا مثل إلي؟ جيبوا ورقة وقلم، أيدوا العنوان يلي قدامكن واكتبوه على المغلف وحطوا بقلبوا صورتكن وبعتوه على الام تي في نقاش. جبنة بيكون بتغذي المواهب. من التقاليد المعروفة على البربارة إنه نزرع قمح وعدس حتى تطلع شكل كتير حلوة بالآخر، مثل ما كانوا عم بيخبروكن قبل شوي بالحلقة، وأنا جربتها وانتبهت إنه بلشوا يطلعوا الشكلات الصغار، وكنت حابة فرجيكن شو صار فيهم. هيدي النبتة بلشت تطلع، ومثل العادة اليوم مع فيكم عنا بغيكولاج جديد. أنا حضرت آلة موسيقية مهضومة اسمها لياك ياك، وبتعمل صوت مهضوم.
كتار منكم بيحبوا يعزفوا على آلات موسيقية، ونحن منشجعكم إذا كان عندكم هيدي الموهبة، لأنه ما بيكون عم نشجع جميع المواهب. فإذا كان عندكم موهبة تعالوا سمعونا إياها بميني ستوديو. هلا بدنا نجرب نشوف شو هي الآلات الموسيقية يلي معقول إنكم تتعلموا العزف عليها. عنا أولاً instrument avant يلي بتعتمد على النفس مثل الفلوت والساكسوفون. عنا instrument à cordes مثل الجيتار، الفيولون والعود. وعنا كمان instrument de percussion يلي هي آلات إيقاع مثل الدرومز والدربكة. اليوم رح ننمي خيالنا ورح نعمل هيدي الآلة الموسيقية المهضومة كتير يلي اسمها ياك ياك. نحن بحاجة مثل العادة لعلبة بيكون فاضية، لكرتون ملون على شكل دائرة وعلى شكل مستطيل كبير، بحاجة كمان لأديب لهول الأشكال المهضومة والملونة يلي فينا نستبدلها بروبان مثلا، ولخيطان صغار وخرز. أولا رح أخد علبة البيكون، رح أفتحها رح جيب خيط صغير فوت بقلبه خرز مثل ما نعمله هون. رح فوت ثلاث خرزات زرقاء، أزرق تاني لون أزرق وفوشيا، انتو فيكن تلاقوا غير ألوان حسب يلي بتحبوه. رح فوتها بعلبة البيكون، برجع بعيد نفس الشي لحتى يصير عنا هيدا الشكل. بدنا نعلقهم من الميلتين، بدي حط الشريطين، سكر علبة البيكون، كون زرقتهم من ميلة، بعدين بدي لزق الكرتونتين، جيب الغراء بحط الزق على الكرتونة. هاي أول ميلة، وهلا من تاني ميلة، ننطر شوي تتلزق منيح، برجع بجيب المستطيل بحط عليه تلزيق. بنلزقه مزبوط، معلش إذا ظهر شوية تلزيق لبرا لأنه بس ينشف ببطل مبين. نرجع منشكل أديب بقلب علبة البيكون، منشد شوي لأنه العلبة قاسية. هيدا الأديب فات، فينا نطوله قد ما بدنا. منجيب الأشكال المهضومة تنزين الآلة الموسيقية، نبرمهم على بعضهم وبنرجع منلفهم على الأديب. أنا هون حطيت سولي، أنتو فيكن تلزقوا الستيكرز يلي بدكن ياه، وهيك بيكون خلص معنا ياك ياك. أنتو إذا حبيتوا هيدا البريكولاج فيكن ترجعوا تعملوا لحالكن بالبيت وتبعتولنا اسمكن ورقم تليفونكن على ميني ستوديو، وهيك نحن منتصل فيكن ومندعيكن لتجوا وتصوروا معنا حلقة، وهيك بتربحوا هدية حلوة كتير من بيكون. منشوف سوا شو هي. يولو كولكشن هي هديتكن من بيكون. جبنة بيكون بتغذي المواهب. Let's sing oh la la la, let's dance oh la la. بعد في هيدي هون وبتكون شجرتي حلوة. انتو زينتوا الشجرة؟ هيدي شجرتي، وأكيد بهالفترة من السنة كتار منكن عم بيزينوا شجرة عيد الميلاد ببيتهم وعم بحطوا الزينة، لأنه من بعد عيد البربارة منبلش نزين ومنبلش نحس أكتر وأكتر بعيد الميلاد يلي قرب. فإذا انتو عم بتزينوا وكمان فيكن تعملوا إشياء صغيرة مثلا تريكس تتسلوا مثل ما كنا نعمل من زمان بميني ستوديو، وتحضرون لوقت كل العائلة تكون مجمعة على العيد تقدروا تعملولن ياهن. بدكن نتذكر مع يولو بلاتس ريمبر كيف كنا نعمل تريكس صغار بميني ستوديو. يلا لاتس ريمبر. كيكي اليوم أنا محضرة حالي ورح أعمل سحر. شش ميرنا وطي صوتك وما تعيطي، هيدا القلم كتير كتير حساس، لأن إذا حدا بيعيط قدامه بيصير بيبكي بينزلوا دموع؟ إيه بس
لا لا ما تعيط عليه هلا ما تعيط عليه. طيب غنشي غنشي ما تزعل. بدك تعملي سحر؟ اوكي فرجينا. نزل دموع. ما نزل دموع. هيك رح يضحك عليك. مش يعني انا فاشله، يعني ألمك مش سحري. ألمي كتير حساس، ما لازم تزعلي، وهلأ زعل كتير، ما تعيط علي ليكي ليكي بلا جيبكي بلا جيبكي. عن جد نزلوا دموع؟ كروا دموع؟ معيك محرمة؟ هلأ منجيب ليك تلتني دموع ما بقى تبكي. طيب خلص خلص سوري ألم سوري. حتى قطني كلها ماي؟ وأنا اللي صدقت إنه الألم عم بيبكي. فإذا اللعبة فيكم تلعبوا مع أصحابكم تتسلوا، بتجيبوا قطنة صغيرة فيها شوية مي، ما بتزيدوا كتير المي، وهيك بتمثلوا مع الألم اللي هو حزين رح يبكي لأنه منعيط عليه، وبتبكوا بهالطريقة لأنه أول ما بتكبسوا شوية على القطنة ينزلوا الدموع. حلو كتير. ما بقى تزعلي رح أهديك إياه بس اهتمي فيه منيح. بدي مسحه كمان. Eh bien les amis, c'est déjà Noël, mini studio, planète Noël. C'est déjà Noël, mini studio, planète Noël. Fisher Price, quality toys for your baby's early learning. Dance and play puppy. Your baby's best friend. Let's learn to clap. To encourage learning clap. Through motion and clap. Music. And for your baby's first phrases and games, Fisher-Price Puppy Learning Line with the quality you trust. تتذكروا سندريون؟ عارفوا قصتها؟ سندريون كان كتير عبالها تروح على حفلة الأمير، بس ما كان عندها ولا فستان ولا عربية تشدها لتروح. بعدين اجت الساحرة المنيحة وسحرتها، لبستها فستان كتير حلو، وحولت السيتخوي لكاغوس، وحولت الفيران لأحصنة، هيك شدوها كلهم وراحت معهم على الحفلة. وبتعرفوا شو صار بالحفلة؟ الأمير انغرم فيها وقرر يتجوزها. أوف، وأنا اليوم بعيد البربارة كان عبالي حس مثل ما حسيت سندريون بهيدا النهار، فلبست هيك فستان وجبت ترانسفورمينج بامكن وفيها كل شيء كان مع سندريون بهيدا النهار، فيها حصان وستيتروي وكل شيء. فرانسوا يلا سحرني فرانسوا. بس انا البرنسس تبعي كروي. ايه وانا البرنس تبعي فيليب. طب سيكي رح اسحرك. اوكي. ابرا كادابرا. واي وهلا صار فيي روح على البال. فرانسوا رقص معي. تم 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 تم. خلص خلص. يي فرانسوا كنا كفينا بعد شوي. فرانسوا ليك هلا رح تصير الساعة 12 ورح ترجع الكاروس تخوي. شوف شو بتعمل تجاه هيك. لا لا رجعت سيتخوي وبطلت سندريون. بس تعرف مع ديزني برنسس فينا نعمل هيك مع كل برنسس. مثلا مع اريل بتكون لابسة مثلا فستان طويل بتشلها الفستان وبترجع حرية بحر. او مثلا مع بيل بتكون لابسة هيدا الفستان الجون، بتتذكر وقتها بتنزل على الدرج الكبير وبيكون الوحش ناطرة تحت؟ ايه ما بتتذكر؟ بلا شوي. اوكي بتكون لابسة فستان جون بتغير لها فستانها مثلا بتعمل لها ايه روز هو بقلب العلبة. وكمان مثلا عندك ريبانزل، ريبانزل شعرها طويل طويل طويل، شوف هيك طويل اللي بتمده للامير تبعها وبيطلع وبيخلصها لان بيكونوا زاربينها فوق 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 بالقصر. بتتذكرون كلهم فرانسوا؟ ايه هلا تذكرت. كثير حلوين عن جد كثير حلوين. ليكي هول امارتيسيرات تبعه قوية. فرانسوا ليك شو بشو بالك؟ شكله الحصان كمان، لا عيونه ما شكله سريع. الله طيب فرانسوا انا لازم فل لان صارت الساعة 12 وهلا بينتبهوا مش فل بالسترول؟ لا 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 باي فرانسوا. لك تاتيانا نسيت السكربينة. شكله عن جد عيد البربارة. Fisher Price Quality toys for your baby's early learning. Dance and play puppy. Your baby's best friend. Let's learn to clap. To encourage learning clap. Through motion and clap. Music. And for your baby's first phrases and games, Fisher Price Puppy Learning Line with the quality you trust. Philippe,
خبريت اليوم من نيو مكسيكو. نيو مكسيكو؟ وين نيو مكسيكو فرانسوا؟ نيو مكسيكو هي ولاية بجنوب الولايات المتحدة على حدود مع مكسيكو. هيدا العلم تبع نيو مكسيكو؟ هيدا هو العلم تبع نيو أوكي. مكسيكو. اوكي، شو في هونيك؟ قبل ما اقول لك الخبرية، وقت اقول لك زلحفة شو بتفكر دغري؟ زلحفة يعني تورتيو. تورتيو بدها كثير وقت توصل من محل لمحل. مش سامع بلا فاب دو لا فونتين وقت التورتيو بتسبق اليافغ لأنه هو نام وهي سبقته؟ بلا بلا بتذكرها. الخبرية مش كثير بعيدة عن هالفاب. اوكي. في نهار زلمة ضيع التورتيو تبعه. التورتيو وزنها 16 كيلو. اوف، يعني كثير كبيرة. كثير كبيرة. يعني كان قد هاي التورتيو؟ كثير بتشبه هاي التورتيو. اوكي. كثير كبيرة هي. ضيعها وما عرف وين. بعدين لقيوها بظرف كثير قصير قطعت 80 كيلومتر. 80 كيلومتر من بيته للزلمة؟ يعني تقريبا من بيروت لطرابلس. أكثر من بيروت لطرابلس. اوف، طيب كيف عملوا كيف لقوها؟ كانت عم تقطع الطريق، قام زلمة بيجي بيلاقيها، بحطها بالشحن تبعه وبدق لها زو، وبالزو كان في انذار انه اذا حدا بيلاقي هالتورتيو بليز يرد لي اياها لانها لإلي. اوف اوف اوف، كثير حلوه الخبريه. كثير حلوه الخبريه. يا ريت نحن فينا نحكي هيدا الزلمه يا فرانسوا ونقول له يجي لعنا نهار السبت تيعرفنا على التورتيو تبعه. لا لا فيليب، بدنا نقول لكم لإلكم اذا عندكم حيوان اليف بعثوا لنا اسمكم ورقمكم على المسج على فيسبوك وشو هو الحيوان الاليف تبعكم ورحنا بندق لكم. كل نهار بلا اكل. كل نهار بلا اكل؟ ايه. كيف؟ لا ما بصدق. بلا، انا اكلت شوي لحمه ودجاج وخبز بس انا ما اكلت شيء دسير بعد. بس مش بتعرفي مش لازم دائما ناكل كثير دسير؟ بعرف بس انه كثير كثير جوعانه، صار لي كل نهار كنت بالزو. شو عم تعمل بالزو؟ كان في عندي عيد رفيقتي بالزو وكنا قاعدين عم نتفرج على كل الحيوانات.
حلو. شفت حية مثل هيدي؟ شو ها؟ أكيد مش مزبوطة. وشفت تيجر وشفت كلب وشفت كروكوديل صغير وشفت كوشون هيك صغير كتير كتير مهضوم. أوكي هلا بدك تنقي حيوان بدي أعمل لك اليوم دسير. بدي. بالباندومي. كوشون. كوشون. أوكي نحن اليوم بحاجة لباندومي لك فان قصون واحدة كبيرة واحدة أصغر شوي واحدة أصغر. هول شو؟ هول الطراف تبع الباندومي بدنا نعملهم للدينان. أوكي. أوكي وبحاجة لنكرمة أكيد. أوكي. بالأول منجيب القطعة الكبيرة منحطها بالصحن منجيب الصغيرة ندهنها نكريمة أوكي نرجع منلزقها فوقها هيك أوكي أوكي نرجع القطعة الأصغر كمان ندهنها نكريمة كمان منلزقها هون أوكي هلأ حط له الدينان شو مهضوم؟ شفتي؟ وين العيون؟ اوكي هلا بنجيب العيون بنحط نقطة كثير صغيرة من الكريمة هون وهون كمان وبالنص منخار هون هيك شوية شعر انتو كمان بالبيت فيكن تحضروا كوشون بيشبه هيدا أو فيكن تحضروا حيلا حيوان تاني مثل شو مثلا؟ مثلا فيهم يعملوا دب مظبوط رح نعمله مره بحلقه كمان اوكي شو فينا نعمل غير في كثير اشياء فيهم يخترعوا فيهم يبعثوا لنا اياه هون على البريد يتصوروا كمان حد الدسير اللي عم بيعملوه ويبعثوا لنا الصوره مع اسمه ورقم التليفون تبعهم ترجع نحن ندق لهم ويجوا يعملوا الريسيت عنا ويربحوا هديه مع نكريمه مظبوط بس اهم شيء يتذكروا انه لازم ناكل مش بس شوكولا لازم ناكل كل انواع الاكل مثل شو مثل اللحمه الدجاج السمك خضرة والفاكهة كثير مهمين مزبوط وما ننسى أهم شيء إنه نفرش أسناننا من مزبوط. بعد الأكل ليه؟ تما يصوصوا أسناننا مزبوط كثير صح فإذا عن ضحكة كثير حلوة طيب بدك نزيد لها بعد شوي صغيرة نكريمة؟ ما بدنا نزيدهم ما بعرف ليصير أطيب نزيد لها شوية فيرميسيل أوكي أوكي رشال خلص الكوشون عجبك؟ كثير حلو بس خبرينا شو تعملي بالحية؟ رح أعطيك إياها ما تخاف اوكي ورح اروح غسل ايدي كثير منيح أوكي. اكل كوشون ومن بعد ما اخلص ارجع غسل ايدي كثير منيح واذا كنت بعد ما شبعت رح ارجع لعندك تعملي كوشون ثاني لا لازم تشبعي لا ما فينا نضل هيك على رايح وجاي شو كثير يلا باي باي ابيض احمر اخضر شوكولا اطيب اكثر ساندويش طرطه وتاتي بنان فريزا مادرين طفل ما بيعرف يمثل لما يحب بحب من قلبه نكريمة من القلب هاي جايز أنا كارين رح أكون معكم دايما بمين ستوديو لكل جمعة نتعلم رقصة جديدة إذا عمركم من 9 و 12 سنة عبالكم تجوا تتمرنوا معنا ما إلكم إلا تبعتوا لنا إيميل مع رقمكم واسمكم تنازمكم لعنا كل يوم رح نعمل بار جديد من الرقصة تبي آخر الجمعة تكونوا حفظتوها كلها بس قبل كل شيء لازم نحمي عضلاتنا حاضرين للاشوف معا؟ ايه اوكي اول شي منبلش بالتات تيك تاك تيك تاك تيك تاك تيك تاك رح يدق الالان تيك تاك تيك تاك تيك تاك تيك تاك ستوب اوكي نعمل جيدو شوي ايه ان دو هي ان دو هي ان دو هي ان دو هي بيف حمينا منيح ما هيك؟ ايه صار فينا نبلش الرقصة امبارح تعلمنا اول بارت تعالوا نكملها اليوم نعيدها من الاول يلا يمين شمال يمين شمال يمين ان دو تخوا كات ان دو هلا تات تات لفوق لفوق نسحب شي ونبرم نرجع لتحت لتحت مثل الوازو هلا بنحط ايدنا ورا بنحط ثاني ايد ورا بنعمل ان جراند سيرك وبنبرم بعدين بنمشط شعرنا بنمشط شعرنا نعمل ان جراند سيرك بنسكر ايدينا اوكي بعدين بنعلي ايدنا بنعلي ايدنا بنسكرهم بنغمر حلا اوكي بنعيدها يلا يمين شمال يمين شمال نقوم نعم ايد ايد بعد مرة
تات لفوق لفوق نسحب شي دبرم لتحت لتحت مثل الوازو هلا 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 خلصت ما تنسوا بكره تنطرونا تنكملها سوا Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life. One day while the light is glowing, I'll be in my castle golden. But until the gates are open, I just wanna feel this moment. I just wanna feel this moment. Ooh, I just wanna feel this moment. Miss Worldwide, Christina Aguilera. Oye, mamita, dale que la cosa está rica. Until